من الملفات اللي بنشتغل عليها في مسادي ام سي بقالنا سنوات، والاعلام اعتقد بيشتغل يعني عليها على مدار سنوات طويله. الدوله كمان اطلقت عدد كبير من حملات التوعيه بهذه المشكله الكبيره والقضيه اللي ما زالت مستمره، وهي زواج القاصرات. ضحايا هذا الزواج مستمر اطفال بيتجوزوا بطرق غير شرعيه لانهم لم يصلوا الى السن القانوني، بينتج عنه يا اما انها بتخلف طفل هو كمان ملوش ورق ومش بيسجل بشكل قانوني، بينتج عنه ام ضعيفه فاطفال غير اصحاء، بينتج عنه مشاكل اجتماعيه كثيره جدا جدا بانه ما فيش اثبات للنسب في الكثير من الاحيان، بينتج عنه مشاكل صحيه واقتصاديه واجتماعيه وتعليميه، وكل المشاكل اللي في الدنيا بتنتج عن طريق زواج القاصرات. بنعتقد كل فتره انه التوعيه وصلت للناس، انه الناس بدات تخاف على بناتها، البنات بدات تتعلم فبدات تطالب ان هي ما تتجوزش الا لما تخلص تعليمها، لكن كل فتره بنكتشف انه لا، الأزمة مستمرة، زواج القاصرات مستمر في الكثير من القرى سواء برضا البنات وفي بعض الأحيان بالإجبار. النهاردة معانا في التقرير اللي حضراتكم هتشوفوه ضحية جديدة، هي من إحدى القرى في محافظة الدقهلية. البنت اتجوزت وهي عندها 16 سنة، وطبعا اتجوزت بعقد غير موثق. البنت أو البطلة في هذا التقرير عانت من كل حاجة، زواج مبكر، عنف مبكر، سقطت مبكر، إنكار زواج، طرد من البيت، طرد من الزوجية، عدم اعتراف أصلا بالزواج. هنعرف حكايتها أكتر في التقرير. احنا طبعا أخفينا الوجه والاسم كمان، وده بناء على رغبتها، لكن في النهاية احنا عايزين حد يساعدها، مشكلتها كبيرة، عايزين حد يساعد البنت دي بالتحديد اللي هنشوفها في التقرير، وعايزين كمان كل الناس، اي حد يقدر يعمل اي حاجه ويقدر يساعد في القضيه الكبيره وهي الزواج المبكر. خلينا نشوف الاول التقرير. محدش تعب قدي ولا حد عاش المعاناه اللي انا عشتها بمعنى صح. انا ندمت ان انا بنتي جوزتها وهي عندها 17 سنه. انا اللي استعجلت. يوميا واسبوعيا وشهريا كل يوم مشاكل من دي. الدموع هي كل ما تبقى لها. فتلك الفتاة التي تبلغ فقط 17 عاماً لم تستطع أن تفرح بزيجتها التي تمت من شهور قليلة، ولا بحملها الذي لا يزال بالشهور الأولى. فزوجها الذي يكبرها ب14 عاماً يرفض الاعتراف بالزيجة من الأساس، مستغلاً إبرام عقد زواج غير رسمي لكون الزوجة قاصر. وهو جاي يخطبني كان عندي 16 سنة، قعدنا سنة ونص. السنة ونص ديت ما كنتش اعرفه اصلا ولا كنت اشوف شكله، حتى بيقول لي توافقي عروسة ما ردتش. ما فيش يوم من التسعة اشهر شفته حلو. من اول يوم الصباحية اتخانقنا، رمالي صينية الاكل في وشي ان انا لسه حامل، ويجيب مرات مجرد من الدور التالت زحف كده ويلحسها تراب الارض. هو بيقول لي يلا بره وملكيش حاجة عندي وما اتجوزتش، مع السلامة. قلبه جامد بقى، ما عشان ما فيش قسيمه معاكي تثبت ان انا متجوزك. ايه اللي معاكي؟ القايمه، معاكي الفرح، معاكي كاتب الكتاب، معاكي الحنه، مش شاغلني. هفضل برضك مصره على قراري. لما اتفقنا على كاتب الكتاب فانا بقول لهم يا جدعان ده السن لسه عنده البنت لسه عندها 16 سنه، ما حدش يكتب لها. قال لي لا، هو ده يا عم تامر اللي احنا هنجيبه عشان ايه يمشي الامور لحد ما البنت ايه سنها يتم 18 سنه. فاحنا جينا نروح للمأذون اللي هو كتب، فرد قال لي طب انا اعمل ايه يعني؟ قلت له مفيش حاجه اسمها تعمل ايه؟ اديني القسيمه. قال لي مفيش قسايم. ما كنتش اتخيل ان واحده في سني ما تعيش، ما تكملش حياه، ما تبنيش مستقبلها، ابني ولا بنتي اللي جايين ما حدش معترف بيهم. بمعنى اصح ولا امي ولا ابويا موجعين قد ما انا اتفجعت. سنه 20 سنه عشان بنتين اللي التانيين يخشوا بعد اللي انا شفته. تبين فيما بعد ان من عقد قران الفتاه حلاق، ادعى صفه ماذون شرعي وابرم تعاقدا مزيف دون سند قانوني، والضحيه كالمعتاد الفتاه القاصره ومولودها الذي لم يرى الحياه بعد. هو النهارده ايه المجرم؟
توثيق عقد الزواج لأقل من السن القانونية، دون السن القانونية يجرم توثيقه، أنما غير مجرم الزواج ولذلك منتحل الصفة بيستغلوا دي، والمشاكل كلها بتنتمي لمنتحل الصفة، بيستدعوه إن هو لإتمام العقد الشرعي فقط لغير دون توثيقه، ولمجرد إن هو بيمضي على ورقتين عرفي يرميهم بقى يولعهم ويروح ممضيهم على إيصالات أمانة لعدم الشكوى، عشان لما يجوا يشتكوه يروح هو شاكيهم بإيصالات الأمانة. وطالب معالي السيد رئيس مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بتجريم العقد العرفي لدون السن القانونية. هذه الفتاة نموذج آخر لما تم تأكيده مرارا وتكرارا، زواج الفتيات القصر ليس سترة لهم ولا تعجيلا بالفرحة، وإنما إيذاء جسدي ونفسي قد يفتح بابا لجراح لن تلتئم مدى حياتهم. هدير جميل، مساد يمسي. طيب معانا على التليفون الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أنا عارفة أن القصص دي وشبيهاتها يعني اتعرضت على حضرتك كثيرا، وكل فترة بنقول يمكن الناس تتوعى، يمكن الناس بتشوف اللي حصل لغيرها، لكن واضح أنه مفيش فايدة، واضح أن ده أسلوب حياة صعب جدا جدا تكسيره أو تغييره في هذه الفترة. ما قدمناش غير أن احنا نساعد، الحالات موجودة ونوعي الحالات اللي ممكن تقع في هذه المصيدة. في حالة زي الحالة اللي قدامنا دي نقدر نساعدها ازاي يا دكتور؟ طيب خلينا نتكلم على مستوى الحالة الأول، وبعدين نقول هل التوعية لوحدها كفاية والحل إيه؟ لأن الحقيقة لا، في حلول كتير. بالنسبة للبنت، هي الأول بنعمل حاجة اسمها إثبات زواج، وده غصب عن عين اللي بيلعب بيها ويقول لها أنا مش هثبت العيل وضربه دماغه في الحيط والكلام الفارغ ده. هي أصلا مجرد صور الفرح والشهود، بنعمل دعوة إثبات زواج، بتاخد شوية وقت في المحكمة لكن الحقيقة بتخلص. أول ما بيتعمل إثبات زواج بيتعمل على طول إثبات النسب حتى لو هي الجاي. تحت السن القانوني؟ للأسف يعني شديد. حتى لو هي 16 حتى لو سنة؟ أيوة، حتى لو تحت السن القانوني. ما هو أنت في فرق بين توثيق الزواج وإثبات أمر الزواج. واقع، نعم. فإن إحنا قدام أمر واقع، فإحنا اللي بيحصل علشان نقدر ننقذ البنت المسكينة دي إننا بنعمل لها دعوة إثبات زواج، ودعوة لما الطفل ده يتولد بنعمل دعوة إثبات نسب. بمجرد إثبات الزواج حتى لو الطفل لسه ما اتولدش، هي خلاص بقى معاها وثيقة زواج تقدر تسجل الولد أو البنت اللي هيتولدوا دول. لو الأب أنكر نسب بنعمل إثبات نسب، فده على مستوى الحالة. إنما إحنا قدام ظاهرة يا إيمان، إحنا قدام حوالي 20% من الجوازات المصرية تحت السن ده. ليه؟ لأننا قدام جريمة القانون مش مجرمها. إحنا القانون قال إيه؟ إنه التوثيق لا يقبل التوثيق تحت 18 سنة. فيلا يا مصريين روحوا اتجوزوا بقى عرفي زي ما أنتوا عايزين، لكن إحنا على مستوى القانون إحنا مش هنشوفكم، إحنا هنعمل مش واخدين بالنا. ده الواقع القانوني السيء اللي إحنا عايشين فيه، في حين إننا قدام جريمة. يعني الكلام بتاع إن البنت تحت 18 سنة وافقت، هو لا جنائيا لا يعتد بالإرادة. يعني لو واحد اغتصب واحدة تحت 18 سنة وراحت قدام الاسم او قدام النيابة قالت انا كنت موافقة، هي جناية برضو لا يعتد بإرادتها، دي طفلة. ازاي انا اعتد بإرادة طفلة تحت 18 سنة انها في مشروع جواز بالشكل ده؟ فاحنا الحل مش اننا نفضل نقعد نطبطب على الناس ونتحايل عليهم ونبي ما تجوزوش البنات بدري، لانه يعني كل حد بيقولك ايه يعني ايه اللي هيحصل، في حين ان انا عندي 20% يعني ما يقرب من 200 الف بنت قدام نفس الوضع زي البنت اللي انتوا عرضتوها دي ثانويا. ماشي، طب ايه الحل؟ انه الجواز المبكر يجرم، مش انه هو بس يتقال، انه لا يوثق. لانه ببساطه شديده احنا على المستوى القانوني احنا كدوله احنا سامحين بده. انت المأذون في مصر بيستلم 3 دفاتر، دفتر إثبات دفتر الزواج اللي هو قسائم الزواج العادية اللي فوق 18 سنة للولد وللبنت، ودفتر تاني اللي هو دفتر إثبات الطلاق أو توثيق الطلاق اللي هو بيطلع فيه أسامي الطلاق،
ودفتر ثالث بيستلموا المأذون برضو اسمه إثبات الزواج. يعني إيه الدفتر ده؟ يعني أي حد اتجوز عرفي بره إحنا ملناش دعوة، إحنا كدولة كوزارة عدل إحنا ملناش دعوة. لما توصلوا يا حبايبي للسن المأذون عنده دفتر، تعالوا إحنا هنطبطب عليكم وإحنا هنوثق لكم الزواج، ده اسمه دفتر إثبات الزواج. يعني حتى هذه اللحظة مفيش ما يجرم لا خالص ابدا لزواج القاصرات، مفيش في القانون لا للاب ولا للام ولا لولي الامر ولا اي حاجه. بالعكس انا بدي ما يسهل الزواج المبكر. لما انا ادي للمأذونين في مصر دفتر اثبات زواج، ده معناه ان انا بقول له اي ورقه عرفي تجي لك بعد كده طالما هم في السن اثبتها، تتجوز بقى عندها 10 سنين، تتجوز عندها 15 سنه لما بقى يوصلوا. يبقى الحل عندنا ببساطه شديده ايه؟ واحد، ان وزاره العدل يتكرم معالي وزير العدل بانه يلغي هذا الدفتر. يبقى انا عندي لائحه المأذونين يتلغي فيها دفتر اثبات الزواج. طيب ماذا عن بعض الزواجات اللي يعني لاي سبب نعمل مهله 6 اشهر ان اي جوازه اتفضلوا روحوا وثقوها، لان من بعد ال6 اشهر ما فيش حاجه اسمها دفتر اثبات الزواج. يبقى دي اول خطوه عند وزاره العدل. تاني خطوة البرلمان المصري لازم يجرم طبعاً الزواج المبكر. ده أهم حاجة. 18 سنة. إحنا بنتكلم على حالات اغتصاب مش حالات زواج. دي بنات ما عندهاش أي إرادة ولا يعتد بإرادتها، دي عيلة هتتبسط بفستان أبيض وشبكة غوشتين. إنما الوضع ده حرام. عارفة أنا هقعد في المحكمة طبعاً أنا يشرفني إن أنتوا تبعتوا لي الحالة دي ونشتغلها متطوعين بالتأكيد. أرجوكي. لكن احنا هنقعد في المحكمة على الأقل سنة ونص عقبال ما ناخد لها أحسان. طب ليه قلة القيمة والبهدلة؟ والولد يتولد ويفضل من غير أي إثباتات. شهادة الميلاد الأصلية خدي بالك هي مش مجرد ورقة، هي على ظهرها التطعيمات الكاملة للطفل مجانا. فالطفل اللي بيتولد وأنا بجري في المحاكم عشان أثبت له نسب، أنا بعرض حياته للخطر، لأن التطعيمات اللي بتقدمها الدولة على ظهر شهادة الميلاد الأصلية اللي بتطلع مع الطفل المولود هي اللي بتحميه من الأمراض. نقطة مهمة جدا جدا، وخاصة إنه للأطفال لو الأم على يعني حالتها المادية كمان ما تقدرش إن هي مثلا تعوض ده بإن هي تديله التطعيمات دي في عيادات خاصة. طبعا أنا عايزة أقول لك إن أحيانا بيبقى عندنا أولاد بقوا في سن المدرسة وأنت لسه بتعملي لهم إثبات نسب. حاجه يعني تدمير مش بس للبنات اللي في السن ده، تدمير للاطفال اللي بالشكل ده. فالزواج المبكر لازم يجرم، ويجرم في الكلام اللي اتقال في التقرير من واقع خبرتي. يعني انا بشكركم على التقرير، هو جيد وعظيم، لكن من واقع خبرتي ومن كتر ما بنشوف الحاله دي مفيش حاجه اسمها انه حلاق وعمل او ادعى صفر. لا يا حبيبه قلبي، في بعض المأذونين هو بيضحك على الناس، وانا بقول هنا بعض لان في ناس محترمين كتير، لكن المأذون نفسه بيبقى عامل ورقه مطبوعه من على الكمبيوتر شكلها زي وثيقه الزواج، ويقول لي للناس ان انا هعمل لكم وثيقه الزواج وتفضل عندي مؤقت. وفعلا يكتبهم ايصال امانه علشان ما يشتكوهوش، لانه لو حصلت شكوى في المأذون لوزاره العدل وهو موظف في وزاره العدل، لو حصلت شكوى بتنزع منه المأذونيه وممكن يتعرض كمان للمحاكمه. نعم. فايه اللي بيحصل؟ ان هم طابعين حاجه كده، ده في اطار النصب، يعني البعض منهم علشان ياخد فلوس ولا بتاع بيطبع حاجه كده بيبقى شكلها اسيمه، ويقول لهم لا لا ده لما البنت تيجي انا هديكم مش عارفه ايه وهعمل ايه. فاحنا قدام يعني جريمه مركبه فيها درجه من النصب، فيها درجه من الحل الوحيد في يعني الرادع لهذه القصة هو القانون. بدون ما يكون في قانون يجرم ده ويعاقب الأب أولي الأمر اللي بيبيع هذه الطفلة ويعرضها لكل هذه المخاطر، مظبوط هتفضل الظاهرة دي موجودة، لأن واضح أنه الكلام بس في هذه الظواهر ما هواش مفيد. المفيد هو القانون والعقاب. طبعا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة. لازم نطلع سريعا إلى فاصل وبعدين نرجع نكمل بعد الفاصل.